في المفاجأة الجميلة دي بقالنا قد ايه احنا بقالنا يا جماعة سنتين ايه ليه خليتهم سنتين احنا بقالنا يا جماعة يجي 8 شهور ما نورش يوتيوب اخر يوتيوب صورنا من 8 شهور كان ايه كان اخر مرة من 8 شهور والله كان ايه كان اخر فيديو كان بتاع لما كلمنا الفانز في التليفون حد الأسئلة ده كان من 8 شهور وتحدي الأسئلة هو ما علينا يا زلمة طولنا عليكم في البداية حتى النهارده يا برعن بلالين ميه بلالين صابون بما اننا كده كده في الصيف بما اننا كده يعني بص بلالين نصها ميه ونصها ميه بصابون فاحنا هنزعم باين من الازازه دي هنلعب تحدي احنا هنلعب تحدي الازازه اللي يجيبها صح يدي التاني على دماغه مش اللي يجيبها غلط لا اللي يعملها صح مره كل واحد مره اللي واللي يكسب ليه مره ثانيه ورا بعض مرة ومرة لما تشوف بقى مين اللي هيخلص عليه في الاخر البالونة اخر واحد هتفرقع على دماغه بالونة هو اللي خسر تمام نبدأها انا معاك هنستهبل ولا ايه مش عارف بقى احنا سيبنا احنا نبدأ احنا بدأنا يا باشا ماليش دعوة معرفش احنا بدأنا يا جدعان يلا ايه يا بلونة يلا لا انا عارف افرقها ازاي والله انا عارف افرقها لا مش عارف اوريك ربنا يخليك ربنا يخليك ايه يا ميه سخنه طب ما هي ميه سخنه ايه الا هي لا يا ابن الحر ايه يا ميه سخنه طب ما هي ميه سخنه ايه الا هي لا يا ابن الحر وقوم طب ما هي ميه سخنه العب يلا انتقم انتقم مني يلا شد ده بتاعت الشد دلوقتي على فكرة أول واحدة كانت معايا دي كانت حظ يا رب الله يعينك ايه الأصوات دي إن أنا ضد دي ما يبصى من دي دي ما يبصى من دي عيني تستاهل هل تريد ان تكون الغباوة دي يلا هناك من يكون هناك من يا راجل يا راجل كل كلام غير ده راجل لا حتة نشفة من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك والله يا جدعان بس يعني أنا ما من غير ما تضرب اوعى تضرب بالبنش عشان دماغي هتصدع ما بصبون يا اسطى يا لهوي ايوه ما نقدها غسيل مواعي مواعي ايه غسيل مواعي غسيل مواعي انت بتقول لنا العروض اللي عندك في الصيدليه جو يلا يلا رب المدينه بس خد كداب انا هتخسر برضه هتشوف يا كسر كام كام كده انا فرقع 2 وانت 1 2 1 ماشي انجز والله انت عايش في الحر ده والله يا ابني الزحمه ده مش الاسلوب ده ما تنقيش مش عارف ما يصبون برضه يقول لك ايه ايه تنوع في الشامبو العب العب عشان هنا مبوظ ده يا راجل العب العب انا كده 3 وانت 1 مين خسران مين اهو ماما رب يا جدعان كل اللي بيتفرج على الفيديو لايك وسبسكرايب هتخسر يا كويس
الشم بحيث صاحبتي تستحمى بعد كده. ده الشم بتاعي؟ حطيناه لك. انا واحد بقى اللي هو بتاع الاطفال ده ولا شم بتاعي؟ ايوه فين سمك ده؟ ايوه ولا سمك ده فين؟ انا عايزين ننج. انا ما اعرفش مش عارف الفرق بين البلدين. انت ركز بس يا ابني انسى على الكسول. هو ايه فاسي مش عارف يبقى لنا اكتر من ساعه فاسي يا عيال. اشمعنى دي؟ هو قال لك يا ابن مجنون رضا زيس از فقعت في نفسك قبل ما تفرقعها فيا. العب انا كده 4 وهو 2 فرقه واحده بيه. ايه اللي بيحصل؟ صلي على رسول الله. يا ابن الطلعه انت بتفرقعها ازاي؟ ايه من برضه العب. بقول لك ايه خليك مصور كده. انا والله مش بعيد اخدك. اخدك كام كام كده؟ كده انا 5 وانت 2 كده 3 ايه؟ اه من هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فرقعتش. ايه يا سبحان الله. اصبر فرقعة كم 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 تعال تعال كم 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 ولد عيب من غير ما تق والله بس كنت بغطى في دماغي. ايه ده؟ من غير ما تق والله بس كنت بغطى في دماغي. ايه ده؟ لحظة بس فرقعت لوحدها. فرقعت لوحدها. والله كم كم كده؟ 5-4 وكان في واحد. انا الكسبان. فرقعت والله فرقعت لوحدها. انا مالي. ايه اللي مالي؟ مين الاغلبية؟ خلاص تعالى بقى نهدي بالونه وبعد كده حبة مية تمام؟ ماشي انت اخر واحد يلا. لا ان في بالون يخسر في دي يحمل تاني بالازاز. تمام حبه ميه. انا شفت حد جامد ازاي يا جدعان؟ ده هتعمل ايه؟ يبقى هو ده الملح. يبقى هو اللي خسر التحدي. لا ده هتزيد اللي جاب عليه الميه. يبقى هو اللي جاب التحدي. لا بس بكسر انا اللي كسبت. وشوفوا فيديو جديد. سلام.